سعودية ترأس نادي سعودي في تاريخ الكرة السعودية، أخت حنان القرشي، حياك الله. يا هلا ويا مرحبا، وحياك يا أستاذ غازي. طموحك في قيادة المركبة وقيادة نادي وج بمدينة الطائف؟ والله الطموحات كبيرة جدا جدا، إن شاء الله حريصة جدا إن نوصل لروشن. والأغلب اللي قابلني يقول ليش أشمعنا روشن، قلت لأنه مدينتنا مدينة الطائف تستاهل، أبناء الطائف يستاهلون، عندنا فريق عريق يحتاج بس شوية اهتمام شوية دعم، وإن شاء الله حيوصل. إحنا لو نظرنا لبقية الأندية إلا ما تجد لاعب أو لاعبين من مدينة الطائف، مدينة ولادة، فأنا حريصة أنها تكون ولادة ومحتضنة لكل المهارات ولكل طاقات الشباب الموجودة فيها. الاتحاد، الأهلي، الشباب؟ والله أنا لو بقول على المعوقات فهي كثيرة، بس خليني أقول أهمها واللي هو يؤرقني كثيرا، أنه لا يوجد مقر لنادي وج، وحريصة جدا أنه يكون في مقر. هذا حيختصر على النادي كثير من الضغوطات المالية، نقدر نوجه هذه المصروفات أو هذا الهدر المالي تجاه أنه يكون عندنا مقر، ويكون عندنا مقر إداري، مقر للملاعب، ألعاب مختلفة. أنه عشان توصل تحتاج لمبالغ مهولة عشان تحقق نجاح يستحق. صلوا على النبي. حياكم الله على العشاء يا خواني ويا خواتي.